لكن فوتها الحكم المساعد الأول كانغ دونغ هو، والخطأ موجود والقرار صحيح بوجود الخطأ، ولكن هل كان في تسلل ولا لا؟ الحكم ما حسب تسلل، ما في فار، بالتالي الحكم لن يعود عن قراره. ركلة جزاء للمنتخب الأردني، ركلة جزاء اللي ينفذ موسى التعمري، موسى التعمري في مواجهة ديب كركي، موسى صاد ديب كركي، صاد ديب كركي وينقذ الموقف تماما ويضيعها المنتخب الأردني، وركلة مرمى. ركلة مرمى، الله على التصدي، تصدي رائع، تصدي رهيب من الحارس المميز ديب كركي. والله التسديدة ما هي سهلة من موسى التعمري، ولكن حارس المرمى ديب كركي يتصدى لركلة الجزاء ببراعة شديدة، ويتلقى تحول إلى ركلة ركنية للمنتخب الأردني لضغط. هنا ركلة الجزاء، قرار صحيح بوجود ركلة الجزاء، قرار صحيح 100%، العرقلة موجودة وما في تدخل على الكرة نهائيا في الكرة الماضية، ولكن هل كان فيها تسلل ولا لا في اللقطة اللي سبقتها؟ هنا سؤال حكم اللقاء تثبت الضائع هنا. الله الله على ركلة الجزاء، حلوة والله ينفذها، يعني ما عليه أي عتب، موسى التعمري ينفذها حلوة.